كسينما وتلفزيون وأعمال فنية أخرى، ليش ما نلاحظ أنه موجودة في أمريكا؟ شوفي، إذا أكو دعم، إذا أكو دعم إحنا قادرين أن نعمل مسلسلات وقادرين أن نعمل أفلام. زين، هذا الدعم من وين؟ هسا أنا من قلت لك، يعني اتجهتي بغير اتجاه أنت. هسا أقول لك، أوكي، يعني القنوات، قنواتنا المحترمة ها عيني الموجودة في العراق، وما أريد أذكر قناة أو أهمل قناة أخرى، لا، قنواتنا كلها، القنوات المحترمة دا تسوي مسلسلات، مسلسلات جميلة، وخاصة الموسمين اللي فاتوا أنا أستبشر خير بالنسبة للإخراج، بالنسبة للأداء التمثيلي، حتى بالنسبة للقصص. قادرين أيضا أن يدعمون عمل ينتج في أمريكا يتحدث عن هذه الفئة الاجتماعية الموجودة، العراقية الموجودة في أمريكا ومشاكلها التي تختلف عما موجود بالعراق. نعم، هنا أكو مشاكل تختلف، مشاكل الإنسانية واحدة، نعم، مشاكل النفسية، مشاكل الاجتماعية واحدة، ولكن تختلف بحسب البيئة وحسب الظروف وحسب المكان والزمان. هنا لدينا مشاكل كبيرة وعويصة ممكن يصير منها مسلسلات عظيمة. تلاحظين؟ إذا أكو دعم من قنواتنا في العراق، لا، قادرين، عندنا ممثلين، عندنا مصورين، عندنا مخرجين، عندنا أيضا، عندنا يعني مثلا يعني الأخ عمر الحديثي دي يحاول أكثر من مرة، دي يحاول أن يسوي مسلسل، ولكن ما دي يوجد الناس اللي دي تدعم. إن شاء الله نتمنى واحدة من القنوات أن تدعمها ونسوي مسلسل جديد هنا.